السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكون بخير. معكم اندر باهر. في فيديو اليوم راح نطبق اساسيات سبيد ران في البيدروك، مع انه تطبيق في الجافا طبعا مره ما كان كويس، لكن راح اسوي تطبيق حصري سبيد ران حقيقي في الجافا. بس قبل لا ابدا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، وعلى طول خلونا نبدا في المقطع. طبعا التطبيق في البيدروك راح يكون شويه صعب، لان انا ما راح نقدر نعرف فين الباسيان فين الفورتريس، لكن راح نسوي اللي علينا. خلينا نجمع الحين خشب ونروح ندور لنا قرية. قرية دائما تلاقيها في البلينز على طول، تجي تروح في مكان مسطح اسمه بلينز تلاقي قرية كذا 20. او طب هذه القرية حلو. طيب في شي ثاني غير القرية هذه؟ ما في شي. طيب خلينا نوطي الريندر ديسنس على كذا، وخلونا نروح نلوت القرية هذه على السريع. اوكي اوه 4 امرولد، على كذا ما احتاج اقسم ده. اقتل الايرون جولم، اعطيني هنا بلاست فرنس كمان. اذا لقيت 2 زيادة حقدر اشتري باكت كمان. اوكي خلاص، على كذا اقدر اشتري 2 باكت موية وباكت بالاساس يعني. وخلينا ندور الايرون مان والقرب هذاك عشان نتاجر معه، شوف هنا في زيادة امرولد ولا لا. ما في، خلاص على كذا خلينا ندور القرب هذاك. ما حد فيكم راضي يصير فيشرمان؟ اوكي هذا فيشرمان. اوكي خلاص اخذنا التريد اللي احنا نحتاجه، وهذا الايرون جولم. خلينا نحط السلمون ولا هو الكود نحطه هنا. اديني مويه. اوكي والله تحديث 1.18 اسطوري، في دائما كمان هنا كثير. وهذه حبة ايرون، شايفين كيف ايرون اندر من الدايموند؟ ما احب اعيد الكلام بس كم مرة هذي قلتها في تحديث 1.18. خلينا نجمع دحين دايموند، نجيب فول دايموند ونروح النذر. كذا تقريبا احنا جاهزين، خلاص خلينا نبني بوابة النذر ونروح على طول. اوكي القوم ريتيرن تو سندر. طيب ما في هنا ولا شيء، احنا عندنا هنا كريمزن فورست. او باسين حلو، ايش هذا كمان؟ دقيقة والله ما ادري داري، خلينا نروح. اوكي هذا شكله بريدج ولا شيء زي كذا، ما ادري. البريدج دائما يكون ظهره زي كذا، ما ادري ممكن بريدج. اوكي طلع هاوزن، لا طلع ستيبل جولدي. اهم شيء خلينا نحول الجولد، اعطى هنا، خلينا نطلعه هنا. لا تطلق، استلم الجولد. اي صح، ما نحتاجه. اديني الاندر بيرلز اللي طايحه في الارض، 5 حلو. طيب نستنى لما يتاجر الباقي. اوكي شفت زيادة انا هنا، صار عندي 6 طبعا قسمتها، صارت يعني مجموعة 7. نستنى زيادة كمان، اديني كمان اشياء كويسة. اوكي صارت 11 عندنا، حلو. احنا نبغى يكون عندنا 16 وفوق. اوكي 13 طيب حلو، ما في شي زيادة؟ خلاص موتوا، ما حد قال لكم ما تدون زيادة. اعتقد هذا باسين دبل باسين، يعني في نفس الاتجاه هذا في جولد، فخلينا نروح الاتجاه الثاني نسوي تريد زيادة. شوف خلينا نشيك دحين، نسوي تطبيقنا كمان. اوكي ما في سلم، انا هو كمان في جولد، فخلينا نروح. ماغما كيوب ايش تبي؟ ننزل يب هذا الجولد، يلا نتاجر من جديد. اوكي صار معنا 16 حلو، بدأنا اخرج ب 16 بس نحتاج زيادة كمان. اوكي كنسل الخطة بس اداني 16 بس معي جولد زيادة. فا ايش تاني احتاج؟ ما احتاج شي غير الفورترس واللي على ذكرها هذه قدامي، فخلينا نروح سبيد بريدج هنا.
لا تطلق يا ويلك، خلينا اوصل. ما شاء الله يا الانبوت ما شاء الله، بكرة تندم يا جميل. استنى بس، اوكي تعرف اني كنت في طرف البلوكة؟ والله ما ادري، حسوي لكم سلو موشن. وات، اخذت وذر سكول؟ دقيقة، موت انت كمان. اوكي هذا بليزر، اي والله هذا هو وذر سكول. خليني ارمي شيء ما احتاج دهين. هات، اوكي خلينا نجمع دهين 8 ونخرج. اوكي فين انا؟ اكل ما في، لازم اكون مركز كمان. معنا على ارتفاع السالب 24، والله انا مرة تحت. خليني اطلع فوق. شيء طيب، انا ما عندي اكل بس عندي خطة كويسة. يب خلاص راح اسويها، هحط سرير هنا، احط اغراضي في صندوق، احط الاغراض كلها في صندوق، كل شيء كل شيء. طلع الدروع، وننقز عشان يعيد لنا الدم، يعيد لنا هنجر. بس يلا نرجع نشيل اغراض ونخرج. اوكي دهين، نرمي الاي اف اندر نشوف فين الاتجاه. اوكي هناك الاتجاه، هذا اللي معاه ترايد اللي يطلق علي. وات، اوشن اكسبوزد، حكي بس سترونجز فوق المويه. حلو، على كذا حيكون البحث عن غرفة التنين مرة سهلة. اوكي عندنا هنجر، ما عندنا اكل. اوكي خلنا ندور دعس. اوكي نحط هنا، نشيل الخشب هذا، ما ادري كيف يحترق في البدرك، واصلا خشب الندم المفروض ما يحترق، بس يلا ما في مشكلة. خلنا نكمل البوابة الحين. اوكي خوش، بوم نرمي. استنى تنين ينزل. اوكي طلعت في اندرمان في الغلط، لا تخرب علي بورش يا ارحم امك. واخر عن النص، هي شوف لك كسر ام الدرع. فين اندرمان هذا؟ استنى التنين ينزل تاني مرة، التنين راح ينزل بسرعة طالما اني واقف محلي. خلينا نرجع كراينج اوبسيدين هنا ونرجع على الريوز. يب هذا ونزل. طيب الحين نسوي له كذا، 1 2 3 4 5. هنا تقريبا احس اني مرة بعيد، بس يلا نحط اللاوة هنا ونديها كده، 1 2. لا وات، الثالث ما تدمج فيه. طيب خلينا نروح بعيد بسرعة عشان ينزل دعس وننهي بالسيف على الأقل، أو بالسرير الأخير اللي معاي. تعال آخر سرير آخر سرير آخر سرير، خلاص راح يموت فيه. بس جي جي، ألقوا مع التنين. وبس أتمنى يعجبكم المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، ترقبوا السلسلة الجديدة اللي راح تنزل، راح تكون ماينكرافت هاردكور. واذا انت شفت المقطع للنهاية اكتب ماينكرافت هاردكور، سلسلة نبغى سلسلة ماينكرافت هاردكور. وبس كان معكم اندر باين، وهذا كان التطبيق في البيدروك، وان شاء الله راح نسوي سبيدرون حقيقي في الجافا. ويلا مع السلامة.